السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي النهاردة أقدم لكم وصفة سهلة قوي وبسيطة، شعرية سمنة وبالسكر. أهي حطيت سمنة، معلقة سمنة كبيرة، طبعا كبيرة زي المغرفة دي كده، أحط عليها الشعرية وأحمرها، أعزلها تمامي. اقلبها لحد ما تحمر زي الشعريه، زي الشعريه بتاعت الرز، سهله قوي. وهي بعد ما اتحمرت احط لها الميه، مقدار الميه طبعا سهله قوي، هنحط زي ما هي. اللي ما بيعرفش مقاس الميه ممكن يحط الميه، واحط معلقه كده، ثواني كده، واحط الميه معاها. اهي الشكل ده، بس هي كده ايه الميه بتاعتها، واحط عليها السكر. السكر طبعا اللي هو عايزه، المقدار اللي يقضيه، يعني ان هو بيحبه مسكر قوي، بيحبه دلع بس. وبعد ما تقفل عليها اغطيها وراجع لكم. رجعت لكم اهي بعد ما خلصت، رجعت اهي وقدمتها لكم. هي عامله زي الرز بالظبط، وبتستوي زي الرز بالظبط بس بالسكر، وخفيفة قوي. ان كنتي تعمليها على الفطار الصبح او بالليل قبل النوم، خفيفة جدا ومريحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.